الفنان كرم مطوع هو واحد من كبار الفنانين، وهو أحد عمالقة المسرح المصري والعربي كمان، وقدر إنه يقدم كتير من الأعمال الفنية اللي دخلت قلوب الجمهور وبسهولة وحبوه. النهاردة هنشارك معاكم أهم المحطات للرائد المسرح العربي وبعض الأسرار في حياته وسبب تركه للمحاماة، وكمان النساء في حياة كرم مطوع وقصة حبه للفنانة سهير المرشدي وسبب كمان الانفصال. ولد الفنان كرم مطوع محافظة كفر الشيخ يوم 7 ديسمبر عام 1933، ودخل كلية الحقوق، وقبل ما يكمل دراسته فيها قدم في معهد العالي للفنون المسرحية وقدر انه يحصل على الشهادتين مع بعض، وكان الاول على الدفعة في معهد الفنون المسرحية، وسافر في بعثة للدراسة في الخارج، في تحديدا في إيطاليا لمدة 5 سنوات، وفي الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما. وكمان أثناء بعثته قابل أول زوجة لي وهي الدكتورة مارجريتا، اللي حبوا بعض واتجوزوا. وأثناء زيارة قصيرة لمصر سنة 1962، وبعدين رجعوا لروما علشان يكمل دراسته، وبعدها حصل درجته العلمية في الأكاديمية، رجع مصر تاني وأجابوا ولدين هم عادل وكريم. ولكن بعد فترة انفصلوا، وكان رجعت مارجريتا لإيطاليا تاني مع أبنائها. ومر الوقت وحب الفنان كرم مطوع الفنانة القديرة سهير المرشدي، وكانت قصتهم من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، وكانت طالبة عنده في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتزوجوا وأنجبوا الفنانة حنان مطوع، واستمر زواجهم حوالي 20 سنة، ولكن انفصلوا بس بعد ما عرفت الفنانة سهير المرشدي وكشفت ان زوجها كرم مطوع تزوج من الاعلامية مجد عاصم، فما استحملتش وطلبت الطلاق، وفضل مع زوجته مجد عاصم. وبعد زواجهم فترة قصيرة جدا عرف كرم مطوع انه اتصاب بالسرطان، وفورا انفصل عن بعض وسافر للعلاج في الخارج. وبعدها بشهر تقريبا رحل عن عالمنا الفنان كرم مطوع يوم 9 ديسمبر عام 1996، ورحل عن عمر يناهز 63 عام. والفنان كرم مطوع مش بس بارع في التمثيل بس، لا ده كمان كان بارع في الإخراج، وظهرت موهبته في التمثيل لما كان طفل صغير، وكان بيقلد كل أفراد أسرته، وكان متابع جيد للعروض المسرحية اللي كان بيتقدمها طلاب المدرسة، وأخرج أول مسرحياته كانت بعنوان الفرافير، وحققت نجاح كبير جدا وعظيم. وتوالت بعد كده المسرحيات زي الفتى مهران وشهرزاد وكمان جواز على ورق طلاق وغيرهم من المسرحيات اللي أبدع فيها الفنان كرم مطوع. وبالرغم من أنه يعتبر من أهم مجددي المسرح، إلا أنه نجح في السينما والتلفزيون وتغلب على نجاحه المسرحي، قدم فيلم سيد درويش سنة 1966 وشاركته البطولة وقتها الفنانة هند رستم، وبعدها بسنة تقريبا قدم فيلم إضراب الشحاتين اللي شاركته بطولته فعلا الفنانة لبنى عبد العزيز، وغيرهم من الأعمال المميزة ليه الكتيرة. فحصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتولى مسؤولية البيت الفني للمسرح. وفي الثمانينيات تحديدا سنة 1982 عاد ليقدم أفلام زي فيلم مطاوع وبهية، وكمان دليل الاتهام، واثنين على الهوى، والمشاغبين الثلاثة، والذكاء المدمر. أما بالنسبة لكرم مطاوع بالنسبة للدراما والتلفزيون، فقدم لص الثلاثاء والحراملك وجواري بلا قيود وكمان امرأة مختلفة. وخلال مشواره الفني للفنان كرم مطوع سواء في التلفزيون او في المسرح او كمان في السينما، فتم تلقيبه بلقب قديس المسرح. وتنقل الفنان كرم مطوع في عدة دول أوروبية زي إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا،
في رحلة فنية ليتعرف على الاتجاهات الحديثة في فنون المسرح، وعاد إلى مصر في أوائل عام 1964 ليعمل كأستاذ في معهد الفنون المسرحية، وكمان سافر في الجزائر وعمل أستاذ لطلبة المعهد الوطني للفنون الدرامية بجانب عمله كأستاذ في معهد الفنون المسرحية، وعمل أيضا مدير لمسرح الجيب ومدير للمسرح القومي ومسرح الغنائي ورئيسا للمركز القومي للسينما والبيت الفني للمسرح. وعانى الفنان الراحل كرم طاوع في نهاية حياته من مرض السرطان، سرطان الكبد. وتحدثت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل آخر أيام اللي قضاها الفنان كرم مطاوع وهي كانت برفقته في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وقالت إن والدها دخل المستشفى وعانى كتير جدا من تطورات المرض وتأثيره عليه نفسيا وجسمانيا وكيف تطورت صحته في المرحلة الأخيرة في حياته، وكمان تطور سريع جدا. وقالت انها كانت برفقة والدها بصحبة عمتها لانها والدتها انفصلت عنه الفنانة سهير المرشدي، وقالت انها كانت في الوقت ده بتحضر لاعتذار عن امتحانات الصف الاول الجامعي ليها، وقالت انها عشان كانت مسافرة مع والدها في رحلة سفر للعلاج من المرض في باريس، لكن رحل الفنان كرم مطاوع قبل ميعاد السفر بالظبط بيومين، مؤكدة ان هذا من رحمة ربنا لانها لم تكن تعلم اي شيء ولا تجيد التحدث بالفرنسية. اما عن اخر اعمال الفنان كرم مطاوع فكان مسلسل الحفار، وتوفى بعدها في يوم 9 ديسمبر عام 1996 ورحل عن عمر يناهز 63 عام بعد صراع مرير جدا مع مرض سرطان الكبد اللي انتشر بشكل مفاجئ جدا للغاية في كل أنحاء جسده. وتحدثت الفنانة سهير المرشدي عن كرم مطاوع وقالت ظلم نفسه كتير جدا بالإخراج لأنه أخذ كل وقته، لأن المخرج بيكون عليه ضغط كبير جدا في التركيز على جميع عناصر العرض المسرحي، وقالت إنه كان بطبعه متمرد على الأشياء وهي طبيعة أي فنان، لذلك كانت مواقفه السياسية معروفة على يسار الحكم وقد عانينا من ذلك كثيرا. وعلى الرغم من ان الجميع كان يرى كرم مطاوع قلطاووس الا انه قلبه بداخله طفل، وكان نظره ضعيف جدا وبيرفض ارتداء نظارة طبية، فكان عندما يرى اي احد في اي مكان يعتقد ان كرم مطاوع مغرور وبيتجاهله لانه في الحقيقة لم يكن يراه او ينتبه له من كتر استغراقه في التفكير. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كان بطلها الفنان كرم مطاوع، ونرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمنا بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عنه وعن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الفيديو اللي جاي. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير.